السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نكملوا الطرز اللي بدينا في الفيديو اللي فاتت، يعني الجزء الثاني ديال هذا الرشمه اللي قلنا البديل ديال الطرز المسلول. كما لاحظتوا معايا كنا بدينا الخدمه من هنايا، كملناها حتى كملنا كل الجوزه وسلينا هنا الخدمه ديالنا. دابا غادي نركب فتلة جديدة أو خيط جديد، كنركبو من التحت. هنايا كما كتشوفو ركبتو من التحت، وغادي نخرجها من هاد العوينة هادي، نخدمو بنفس الطريقة باش خدمنا المرة الفايتة هكدايا. وغادي نخدمو هنا، غنحسبو عاوتاني، هانت غنحسبو 1 2 3 4 بنفس الطريقة اللي خدمنا بها في الفيديو اللي فاتت. هنايا نخرجها هنايا، وغنقلب المرمى باش تساعدني على الخدمه. هكا كتجيني الخدمه سهله. كنخدمو كنحشيو ليبرا من تحت واحد الخيط، نخليو هذا ونحشيو في الثاني. المهم نفس الطريقه ديال لا فيديو اللي فاتت هكذايا، وكنسجو الخدمه ديالنا. غاديين وحنا كنزيرو يدينا، يعني ما تنخليوش الخدمه مرخوفه باش تجينا تكون اكثر. انت لي برا كنحشيوها تحت الخيط وكنجرو اليمين، ومن بعد كنخليو هذا الخيط نديرو تحت من هذا الخيط هذا الثاني. هكا بنفس الطريقه اللي خدمنا بها في الدرس اللي فات. كنتمنى ان شاء الله يكون واضح وباين. تا كنسالي هاد النسيج ديال هاد جوج خويطات، كنتاكد بان الخدمه ديالي متقونه ما فيهاش الفراغ، وكنحشي لي برا هنايا ما بين هاد جوج عوينات في الوسط هنايا. دابا غادي نخرج لي برا ديالي من هنايا باش ننسج عاوتاني الخويطات ديالي. غنحسب 1 2 3 4 ونديرو خيط تاني. وغنخرجو ليبرا من هاد ما بين هاد جوج عوينات هكدايا. باش كتجيني خدمة سهلة كندور المرمى في اتجاه اللي بغيت انا اللي غيساعدني في الخدمة ديالي. غنخرجو ليبرا هكدايا من تحت الخيط الجهة اليمين، ونفس الشيء عاوتاني كنخلي هذا ونحشي الخيط من تحت هذا الخيط الثاني هكدايا. وكنستمر انا في هذا الحال هذا كما كتشوفوا معايا. وانا غادا كنزير يدي، ما كنخليش الخدمه مرخوفه. هكذا وعاوتاني كن نتاكد بان النسيج ديالي غادي مزيان، يعني مزير ماشي مرخف. وكنحاول ان نهبط لي برا شويه هكا باش الخدمه تكون منسوجه مزيان. بهذه الطريقه كتزير ليا اكثر. صافي كنسالي، كنحشي لي برا هنا ديالي لتحت
باش نعاود نوريكم فين غادي نخدم مره اخرى. عاوتاني هنايا كنقص مربع كما قلنا كما درنا هنايا حتى هنايا نفس الشيء، يعني غادي نقص هذا المربع الصغير وغنسج نفس هذه الخدمه هذه اللي هنايا. واحد جوج ثلاثة أربعة. نحاول نهزنا نفس العوينات باش نمشي تمشي الخدمة مقادة هكذايا. نعاود تاني ننسج. المهم غادي نكمل أنا هاد الخدمة هادي ونعاود نتلاقاو. دابا غادي نحاولوا نخدموا هاد الخدمه اللي في وسط هاد المربعات هادو الصغيورين. انا هنايا كما شفتوا هنايا ساليت ديك الخدمه وركبت الحرير ديالي في النص ديال هاد النسيج هذا، ركبته هنايا في النص. دابا غندور المرمى ديالي هكذايا ونخدم بهاد الطريقه. عاوتاني نهز النص ديال هاد النسيج وندير الليبرا من فوق الخيط هكا يدورته هكذا. عاوتاني نفس الشيء هنايا النص ديال دوك جوج خويطات كنهز وسط الوسط كنهز غير شويه باش كتجيني مسوجه بهاد الطريقه. عاوتاني غنهز من هاد من النص ديال هاد جوج خويطات اللي نسجنا هكذايا وفاش نبغي نسالي نحشي لي برا ديالي من تحت هذا الخيط اللي كنا درنا في الاول من تحت منه صافي. انا ساليت الخدمه ديالي وغنحشي هنايا فهاد الوسط عاوتاني نحشي هنايا ونبط لتحت هاهي. غننتقلو لهادي هكذايا بالطريقه. ما كنخدموش دابا في هذه لا خليها كنفيني وبيع غير الاخرانيه كنخدموا هذه بالطريقه. نزعت هنا النص والليبره ديالي من فوق الخيط ندور عاود المرمى ونهز عاوتاني هذا النص ديال هاد جوج خويطات اللي نسجنا هكا حتى كنساليو ونهز النص ديال هذا هنا فاش كنبغي نسالي كنهز هذا كنحشي الليبرا تحت منو الخيط هكايا صافي. انا ساليت ونضرب هنايا الوسط انا. المهم غادي نستمر على هذا الحال هذا تنسالي هذه الكوزه ديالي كامله. انا هنايا غادي نحاول ندير معكم هذه الاخيره باش تفهموا اكثر. يعني كنخرجوا لي برا ديالنا من هنا من الوسط تقريبا كندور المرمى ديالنا باش تساعدنا الحرير بهذه الطريقه كنخليوه كندوزو لي برا في النص ديال داك النسيج كنهزو شويه هكذايا
كنحاول نساعد راسي بهاد نقرط بهاد الصبيعة هذا نقرط هنا وننزعو تاني النص ديال هادي وليبرا دائما فوق هاد الخويط هذا ونهزعو تاني النص من هادي وهنايا كنهز هاد الخيط اللي غابر شي شويه كنهزو بلي كندوز من تحت منو ليبرا صافي انا ساليت وكنهز النص ديال هاد النسيج اللي نسجنا كنهز النص ديالو صافي انا ساليت نحشي الخيط اللي تحت صافي اذا هنايا غادي نكون ساليت الرشيمه ديالي ولا بغيت نعاود وحده اخرى كيخصني ندير بيناتهم واحد المسافة صغيرة انا كنتحكم فيها ندير العدد اللي بغيت مثلا انا درت 18 العوينة الصغيرة ديال هادو الكانفا اللي كتشوفوا معايا هاد العوينات الصغار كنحسب 18 وكنعاود وحده اخرى عاوتاني نحسب 18 ونعاود وحده اخرى المهم العدد اللي بغيت انا كنتحكم فيه ما عنديش مشكل مثلا انا في هاد الموديل ديالي انا اكتفيت باربعة ديال الرشيمات اذا غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو هادي كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وخليت لكم الراحه الى الفيديو القادم ان شاء الله دائما مع الجديد.